ألف مبروك، أول كورونا تجينا أنا وأنت. يعني أنا وأنت حنقضي 10 أيام مع بعض. بالله مو وحشتكم. السلام عليكم، عمر عبد الرحمن يا حبيبي، أخوكم في الله. جات كورونا. المضحك في الموضوع إنه كورونا جاتني في يوم عودتي، أنا كنت في الإمارات، في يوم عودتي من الإمارات السعودية. اوريدي قضيت اسبوع كامل في الامارات، انبسطت فيه، خلصت كم شغله هنا وهناك، يلا برجع السعوديه. لا ما ترجع حبيبي، تقعد كمان اسبوعين في الامارات. حقيقي الكورونا شحفلتني، بس الحمد لله تركي كان معانا في هذه الرحله. هو في البدايه جتني شويه اعراض، انا رحت المستشفى فحصت، رجعت الفندق نمت صحيت جتني هذه الرساله. مره مو وقتها. انا اقول ليش تعبان من امس. تركي انت تعبان كمان، الف مبروك، اول كورونا تجينا انا وانت. جات النتيجه كذاب. اقسم بالله هذه اللحظة اكتشفنا انا وتركي انه فينا كورونا. ايش يعني عندك كورونا؟ يعني انا وانت حنقضي 10 ايام مع بعض في هذه الغرفة. ما حنطلع مكان؟ ما حنطلع مكان. تقولوا بالتعليقات رقم واحد اذا جاتكم كورونا قبل كذا، رقم اثنين اذا ما جاتكم كورونا ولين دحين انتوا ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة العافية. طبعا لما وصلنا الخبر كان الموضوع صادم شوية، جاتنا كورونا في الامارات بعيد عن اهلنا. للامانة للامانة الموضوع كان جدا متعب يا جماعة الخير. صداع صداع، مو صداع هذا حق المذاكرة لما تخلص لك صفحتين، لا صداع صداع. ودرجة الحرارة مو 38 مو 39 خير الليار. الوضع كان مرة سيء، ما كنت اتوقع انه الكورونا زي كذا صعبة. طبعا في اليوم الاول انا وتركي بدينا نحط الخطة. شوف يا تركي، انا وانت راح نكون مع بعض تقريبا اسبوع كامل في هذه الغرفة، ايش راح نسوي؟ ايش راح نعمل؟ ما في شيء تقدر تسوي. الحمد لله انه احنا عايشين في زمن التكنولوجيا، الحمد لله. قعدنا نتابع مباريات وافلام من هذا الكلام. طبعا قاعدين نتابع المباريات، اي شيء بس نمشي الوقت، اي حاجه. اكيد طبعا، يعني احنا مهتمين في اصلا المباريات بس لما نضيع الوقت. يعني ايش احساسك لو الاهلي هبط؟ طبعا حزعل، فاهم؟ يعني الاهلي فريق مره كويس. طبعا مصدر الترفيه الوحيد الترفيه طبعا تعرفوا الشعور ذا حق الجوع، بس انت مريض جيعان بس ما تبغى تاكل، مالك نفس. فالحل اننا نطلب شوكولاته. يا سلام، تغميس وكورن فليكس وشوكولاتات. ها كورن فليكس؟ ايوه. تركي صب القهوه. طب انت طالب زي كذا؟ الحق نفر واحد. هذه دله في كاسه محطوطه، دله حق الكواب الصغيره هذه، شايف هذه؟ دله كوب؟ برو هذه ما هي فيها علوم قبائل. لو سمحت انا مريض، راي مشاعري اغلط واصيب احيانا، الله اعلم. اوكي بس لما تفكر ان انت عاديتني. مو انا اللي عاديتك، استغفر الله ما بحلف، بس مو انا اللي انت عارف، مو انا اللي عاديتك. خلينا اللحظه هذه، اهلي واصحابي لسه ما حد يعرف انه عمر فيه له كورونا، وانا بصراحه شايل هم ابويا، ما ابغى يشيل همي، خصوصا ان انا مسافر برا البلد، فاهمين الجو انتم كيف؟ هلا بالوالد القائد. هلا والله. ابويا بدا يشيل همي لانه له يومين يتصل علي انا ماني قاعد ارد عليه، لاني طول اليوم حرفيا نايم. لين قررت ايش؟ اصارحه بالحقيقه. صارت لاول مره يا ابويا، انا وتركي جاتنا كورونا. لا ما تشوف لنا كم يوم بالفندق. اشوفكم مسدحين في الغرفة. لا اله الا الله. تركي اليوم الثاني، تركي ايش شعورك في اللحظة هذه؟ والله ما اقدر اصبر اكثر منك. طبعا اليوم الثاني حاله تقريبا زي حال اليوم الاول، ما زال التعب موجود، ما زالت الكحة مزعجة، والنوم الله لا يوريكم طول الليل انا اكح، وتركي يرد علي ويكح، ما احنا قادرين ننام. كيف كان التعب اول الايام؟ صراحة ما كان في تعب بداية اول يومين، اليوم الثالث شوية مرضت. عمر مرة تعبت. كيف صحتك دحين؟ يا اخي في كذا شيء في حلقة عرفته لي. ايه نفسك تطلع. ما يطلع. تدري حاجة؟ انا شربت موية قبل شوية انخنك. حكيت. ومن اليوم الثاني فعلا بدينا نحس بطفش. طفش مرة يا اخي. طبعا جاء اليوم الثالث ونحن النوم عندنا راح فيها. صباح الخير او مساء الخير، حقيقة انا ما اعرف الساعة كم. اوه الساعة 11 الليل. 11 الليل الناس بتروح تنام، نحن تونا او انا توي صاحي. تركي انت صاحي؟
تنكش كل نايم. اقسم بالله يا جماعه النومه كانت جدا متعبه، ما كانت نوم قد ما كانت كحكحه. الله يكرمكم مخاطين، شيء مره مره متعب. سلم لي على النوم وسلم لي على نام بدري واصحى بدري، النوم تشغله. هذا نايم في سابع نوم، انا فجاه اصحى على صوت دقدقه الباب. فتحت الباب كذا بحذر، مين انت ايش تبغى؟ جاني واحد من فندق شغال في الفندق اللي احنا فيه، قال انا بس جاي اطمن على صحه، انتوا كويسين؟ انتوا عايشين ولا ميتين؟ يقول لكم يومين ما طلعت من الغرفه والباب مقفل. في بروتوكول، اخيرا نطقت كلمه صح، عند الفنادق هو اذا انت ما طلعت من الغرفه تقريبا لمده يومين، او بمعنى اصح علقت على الغرفه لافته عدم الازعاج وخليتها كم يوم، لازم الفندق يجي يطمن عليك، انت عايش ولا ميت؟ انت كويس؟ انا ماني كويس يا فندق. بس طبعا ما اقدر اقول لهم انا فيني كورونا عشان ايش؟ لا ينفجعوا. وانا تواصلي معاهم كله ايه؟ بالتليفون. تستمر الايام والتعب يستمر، مو من ناحيه السخونه، الحمد لله بدات السخونه تنزل وبدا حتى الصوت يتحسن تدريجيا. بس يا جماعه الخير كميه الارهاق مو طبيعي، طول اليوم في السرير ما نتحرك. عمر الو، يلا قوم جوبنا اللي انت من متى نايم؟ 18 ساعه ايش في؟ يلا قوم نتعشى، تعشى بعدين نرجع ننام. يلا في اكل جبت؟ ايوه. تبي تقوم عشان اكل؟ ما تقوم عشان خويك؟ قوم يا شيخ طفشان قوم. بس اليوم الرابع انا قررت انه خلاص لازم ما شويه نتحرك، خلينا نتحرك في الغرفه ما نقدر نطلع برا. انت تركي يا معفن، ايش هذا؟ ما اقول لهم الحقيقه ايش اللي صار. ما في اقول لهم الحقيقه، هذه انا صحيت لقيت لحافي كذا، ايش سويت انت؟ يا جماعه ما بحرجهم، هو الغبي حاط لي عصير البرتقال كذا. لا والله من جد كفايه كسر، كفايه خمول، احنا لنا تقريبا 4 ايام في الغرفه هذه، والغرفه حتى صارت معفنه، صارت مكتومه. ما نقدر نطلب الفندق يجوا ينظفوها عشان احنا فينا كورونا، لان الهاوس كيبنج ما نقدر ندخلهم الغرفه، لان الغرفه كلها كورونا راح نعديهم. فقررت اني انظف الغرفه بالتعاون. هننظفهم من الغرفه؟ والله ما ادري، ولا مو بالتعاون مع تركي. شوفوا ايش صار. ايش هذا تركي؟ هذا انت. انت 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 انا هذا انت هذا. طب شوف الفرق. نحن يا سلام، ايوه كذا يا شيخ، المغسل صارت صالحه للاستخدام البني ادمي. غرفة معفنة وكمية مناديل ومختار. هذه زبالة كم يوم؟ اسأل نفسك انت اللي موسخ. خلاص والله امزح، خلاص انا وانت خلاص. عمر فكرة والله العظيم فكرة صح. اوه طب انت قاعد تبخ على رجلي، ايش بك؟ عشان انظفك يا معفن. وزبايا الاكل في كل مكان، حوسه. اجل تقول انا اللي ماني نظيف، هذا سرير مين؟ سريرك؟ هذاك سريري؟ هذا لابتوب مين طيب؟ لابتوبي؟ هذا لابتوب. فك الجوال. قفل ما في شاحن، واسف ان انت تحاول ان تقنع الناس انه انت ممكن يكون جوالك، فاهم؟ دقيقة انا مشفق عليك انه انت بتعمل كل حاجة هي يعني. والله يا اسف تمام، والله العظيم ما تنعاد. هذا سرير مين؟ سريري انا؟ ولا هذه زبالة مين؟ زبالتي؟ مين معفن؟ انا تمام؟ حنظف. اوكي. الله عليه، لازم تسليك بالورع عشان ايش؟ عشان تمشي مو. هذا جاكيت مين؟ جاكيتك؟ هذا جاكيت مين؟ جاكيتي. البطاطس اللي طلبناها قبل اسبوع ايش قاعد يسويها؟ ليش حاطه؟ ليش؟ شايف هذا؟ ايوه برو، باكل يا برو. لو اسبوع بس ناهيكم عن الشعور لما خلصنا التنظيف. واخيرا خلصنا تنظيف وترتيب الغرفه، وهلا 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 يا سلام. الله النظافه. طبعا اكيد التنظيف ما كان يعني 10 من 10، مشي حالك، التنظيف تعبانين تعبانين. تركي ترى تفتح الشيء هذا؟ هذا ما ينفك اللي كذا باليد؟ لا. اول حاجه سوي كذا انفتح معاكم. انت كيف كذا قوي؟ احلى فعاليات وحلويات و بطاطسات وشبسات. بس اصلا عادي. تركي في حقيقة لازم يعرفوها عنك، اعترف، قول لهم انت ايش تشتغل بعد الساعة 12 بالليل. هاوس كيبنج؟ لا الحقيقة الثانية. في اليوم الخامس الحمد لله الصحة صارت مرة أحسن. المرض من 10 ممكن أقول 2-3 كذا، يعني يكاد يكون لا يذكر، وصار في نشاط أكثر من المعتاد، أكثر من الأيام الماضية. وأخوكم في الله بصراحة وحش الشغل. صح إني الأيام الماضية كنت قاعد أصور مقتطفات وكذا، بس ما صورت مقطع. في اليوم الخامس قررت إن أنا أصور مقطع، ما أدري بصراحة المقطع هو قصة رعب كذا. قعدنا نصور، قعدنا نلعب ونستهبل. يا برو
فينك؟ وقعدنا نغني. طبعا يا جماعة الخير حاجة ما تعرفوها عن تركي انه تركي رابا. نبغى فريستايل لايف لايف. بعض الاوقات افكر في نفس الاشياء اللي فات كلها على الماشي مشت صراعات. يا ولد هذا خطير. بس بعد ما بذلنا هذا المجهود كله جبت لك مفاجأة يا برو. شكرا. جبت لك عصير يا برو. فجأة صارت مشكلة. تركي كيف العصير؟ ما له اي طعم. يعني انت كمان. والله ما في طعم حرفيا. في اليوم الخامس فقدت حاسة التذوق. ما رجع المرض كهيئة سخونة بس رجع على شوية إرهاق وعدم تذوق الحمد لله. لما صحينا في اليوم السادس صار شيء مرة غريب. شيء مرة غريب يا جماعة. واحد متشعبط في الشباك. في واحد متشعبط بالحبال. سبايدر مان يا برو. سبايدر مان. اول مره في حياتي اشوف موظفين تنظيف القزاز حق الفنادق والابراج. هلا هلا هلا. السلام عليكم. تتوقع اشوفنا الحين؟ لا. احنا ساكنين في فندق كذا عالي مره فدايما نسال نفسي كيف ينظف القزاز. الحين عرفنا الجواب. كان يشوفك من اول. Thank you so much brother. وفي هذاك اليوم قررنا نصور سكتش توعية بأضرار التدخين والمعسل والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما قبل الأخير. الأمور فل الفل. الصحة 10/10 الحمد لله لك يا رب. الحمد لله الأعراض شبه اختفت. ما بقول لكم اختفت اختفت لأنه إلين دحين أنا حاس كذا في إيش؟ في تعرفوا شعور اللي ما بعد المرض اللي لسه فيه آثار المرض بس ما في أعراض ما في تعب. لا اللي فهمته إنه عند بعض الناس تستمر هذه الأعراض ممكن لشهرين كمان. بس المرض يصير خلاص ما هو معدي ويصير الفيروس مش فعال بس يترك إصاباته اللي سببها لفترة لين ما الجسم إيش يتعامل معه. تلك هنا شكل الصحة عنده مو 10/10. لا لا 10 من 10. قد ايش حسيت بالملل؟ صفر والله والله صفر. مرة انبسطت بالعكس هذه كانت فعالية حقيقة يعني فعالية سفر فاهمين كيف؟ يعني لو استمرت الفعالية هذه الأسبوع قدام عادي؟ عادي جدا بالعكس تعودت مرة تعودت. من زمان أنا طالعة برا وحشني الشارع وحشوني الناس. شعور رهيب إنه خلاص نحن في آخر يوم. يوم انتهاء الحجر. واخيرا يا جماعه الخير واخيرا خلص الحجر. اخ يا جماعه الخير لما صحيت من النوم كان شعور رهيب ما صدقت. قد ايش تجربه كورونا غيرت او اثرت على حياتك؟ طبعا تعلمت كثير من الحجر هذا. اخذت من عمر اشياء مره كثير وجهني في اشياء انا ما كنت مستوعبها صراحه. اغلاط انا ما كنت ملاحظها في حياتي في نمط حياتي بشكل عام. فيعني انا احمد ربي انه انا عندي اخ وصاحب وصديق زي عمر. انا مره مبسوط ونفسي اطلع من هذا الباب لكن زي ما تعرفين تركي نايم ما حينفع نصحيه من النوم صراحه. تركي خلصنا الحجر يا الله قوم قوم. استناني. الحمد لله على النعمة والعافية انا تشافيت. اخيرا تركي. انت ليش لابس احمر زي انت لابس احمر زي انت لابس احمر زي لا لا لا, 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 لا انا من امس لابس طبعا اول مرة الان نطلع جبنا كذا مفرحات وحلويات عشان نرجع الفندق مرة ثانية. طب ليه يا تركي نبي نطلع ننبسط يا اخي خلينا نرجع يا اخي نلعب فيفا يا اخي. والله شعور مرة غريب شعور مرة غريب كذا الناس شو في بني ادم هناك لا تصوروا لا تصوروا عشان يضربنا بعدين. احس كذا ثق بالناس ما صارت وش يضربوا سيارات سيارة هذا حقت ايش؟ حقت الرالي. شان رالي؟ ما ادري امشي امشي يقتلونا بعدين. احمد الله على شفائه لي وان شاء الله دائما يشفيني من جميع الامراض ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب. بصراحه بصراحه مشاعر غريبه عندي في هذه اللحظه. صحيح تعبت مع كورونا صحيح انه كان الوضع شويه كذا ايش بس ما نعرف ايش قاعد اقول بصراحه ما نعرف كيف اعبر. ذكريات يا جماعه ذكريات
هذه الغرفة. اليوم راح نطلع من هذه الغرفة خلاص. بعد أكثر من أسبوع قضينا بين أربع جدران في هذا المكان، ما طلعنا منه طول اليوم في السرير قاعدين، كل واحد على جوال ونسولف نضحك، والله ذكريات مرة حلوة. صاحبي تركي الآن مو سامع أنا إيش قاعد أقول. سمعتوه قاعد يكحكح في الحمام، بس أنا متأكد إنه راح يتابع المقطع وراح يوصل الجزئية هذه. عندي لك رسالة يا تركي، أقسم بالله على قد ما تعبنا من هذا المرض الخبيث إلا إنه أنا عشت معك أيام مرة رهيبة يا تركي. تعبنا سوا، ضحكنا سوا. خليني أعطيكم معلومة، تركي يا جماعة الخير ما تعب زي ما أنا تعبت. أنا تعبت مرة في البداية، طحت في المستشفى، تركي تعب على خفيف. أنا سبحان الله المرض معايا كان أقوى، بس تركي كان جنبي طول هذا الوقت. حقيقي شكرا يا تركي. هذا كان مقطعنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في المقطع. والله عمر لازم ننسى، الطيارة راح تروح علينا، فلازم نستعد. حتى الوقت بسرعة؟ مرة. سلام سلام، اسمي عمر زردية من المملكة العربية السعودية، اسم قناتي ماكس جديد وفيديو جديد يا حبيبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لا تنسى تسوي لايك قبل ما تطلع، سوي لايك واشترك في القناة.